والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبداية فيديو جديد. Я единственный в огне, кто считает свои сны, поклоняюсь темноте. Надо нелаб лябит Детройт Become Human. Тамам, газин, ялла? Газин. Ялла, ванд. فوزي رجعنا تاني للراجل ده، فاكره؟ اللي كان للضرب ده. عارف، انا اسمي ماركوس، نخليها مارك. مارك حلو يعني، سهل على البق. خلص شوية عصافير. ما تتحركش ليه؟ لعبة؟ ايه ده؟ تشغيل ايه ده؟ حتى العصافير، حتى العصافير هنا كانت اندرويد؟ حتى العصافير اندرويد. يا ما شاء الله. هو ايه اللي في البيت ده حبيبي؟ ايه؟ ايه اللي في البيت ده؟ مش عارف. قول له يا اخي، والله بتنمس من حياتي يا دكتور. شايف اصلا الباب؟ يعني مش عارف اقول ايه والله. ماسكار اللي بالاعلى. هو ايه الجهاز ده؟ خطور تقريبا، او جيت باك ايه ده؟ او تقريبا بيسرقوا كهربا، مش عارف. زينا يعني، بس ده احدث. FBI open up! ده احدث. هو ده فين ولا ايه؟ هنروح فين؟ في اوضة اهي. صاحب الستار. صباح الخير. 10 الصبح. الجو مغيم شوية، درجة الحرارة 12، نسبة الرطوبة 80%، وفي احتمال كبير انها تمطر على الظهر. ده جده عامل وش. يوم جميل للراحة في السرير. جده رايق. قلت لك البيت ده فيه الدهان اللي انت طلبته. صحيح. مش ده برضو اللي بيميزك عني يا ماركوس؟ انت يا حور النينجا معاك، ما بتنساش حاجة ابدا. تنظيم الدولة، الراجل هيموت مننا. ما عيني دراعك كده يا كارل. لا كارل، شكرا. ده البتاع دي، مع اني لسه فايق، بس لسه جدا مش عارف. البشر مخلوقات ضعيفة. والله بينهاروا بمنتهى السهولة، واحد ضهره متدلدل رغم المجهود عشان يعيشوا. هاي، ايه اللي حصل لهدومك؟ حاجة بسيطة، شوية متظاهرين في الشارع يا كارل. شوية ناس عبيطة. انا وانت ده ممكن يحطوا حد للتكنولوجيا لو ضربوا شوية اندرويد. اتمنى ما يكونوش اذوك. لا لا، هما بيضايقوني يا كارل. انا تمام. طيب، اغلى حاجه في اللعبه دي ان هي استنى بس سؤالي. لا لا ثواني، هو لي انت فوزي، هو ايه حكايه الحمام؟ قلت لك انت موعود. موعود 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 معايا موعود. تم تم موعود. تي تي اتفضل، بدل ما كنت تنظف الحمام ما هتدخل بقى معايا. اتفضل يا عم. ايه يا عم، ده ناس محترمه اهو، ما دخلونيش الحمام، سابوا الكاميرا بره.
لازم يبقى في حد من الاثنين. ما هو انت يا هو فوزي كان هيموت ويتفرج جوه الحمام شكله عامل ازاي. هو شطب بس عجبني الوشم بتاع الراجل ده على فكرة، وعمل شوية لوح حلوة برضه. هو في مواعيد مهمة النهاردة؟ كان في افتتاح معرض اعمالك في متحف الفن الحديث. نبني فقط الكرسي معرفش ميها لوب بقى معرفش تأكد على حضورك. يبقى شكل الجهاز ده هو اللي ينزله ولا ايه؟ هاخد قراري بعدين اسانسير يعني. يمكن حيز احلقه تغلب مهم والله عليها. شوف خد خبرك هقولك. لا يا كار ممكن اتصل لك بيه؟ لا ما تتعبش نفسك. كل ده ما يتعبش نفسي يا راجل، قول كلام غير كده. مش كفايه خدتك على الحمام يا حاج؟ انا جعان جدا. يلا افطارك جاهز، لحمه وبيض زي ما بتحبه بالظبط. شكرا يا مرحبا. ولد اصيل يا بعد نفسه في اندرويد المستقبل. والله الشخصية كانت محترمة عن التانية. كانت اسمها ايه التانية يا فوزي؟ معرفش بس انت كنت خدام. يا ابني حرام عليك. موت. شكرا يا ماركوس. التلفزيون ايه ده، هو شغل تلفزيون ببقه؟ يا عم انت في 2038 يا عم. دنيا دنيا ليه ما تعملش حاجه لحد ما اخلص فطاري؟ طبعا ده بيقعد له ده بيقعد ده بيوزعني. ده زي الفطار اللي انت بتفطره كل يوم. هو بيفطر يستنى ايه ده؟ هي الشاشه لحمه ثانيه. هي الشاشه فين؟ ما هي لا هي وشين. هي فلاتة خلصت ولا ايه؟ التلفزيون مطفي. البشر محبطين جدا، معروفين بالجشع والسفاهة والعنف. 5000 سنة من الحضارة عشان نوصل للي وصلنا له ده. هو جده ماله الدنيا جاية عليه كده؟ مش عارف، حاسس ان هو ينتحر مش عارف ليه. ايش حال انه غني يعني؟ مش عارف يعني، ده ساكن في بيت احسن من حياتي يا اخي والله. حاسس كيف الدنيا جدا؟ مش عارف. قرأت كتاب؟ اختار ايه؟ افلاطون؟ شكسبير. انا احب شكسبير. هو والله اسمه شكسبير. بتقرا ايه؟ ماكبث من الكتب اللي انت نصحت بيها. طب ايه رايك؟ المشاعر البشريه مثيره للاهتمام، لكن ما اقدرش اقول ان كده فهمها كويس. البشر ما بيفهموش برضو، بيتحكموا في حياتنا ومش عارفين ليه بيخلونا نحس اننا ساعات شحاتين وساعات ملوك. الحياة ملهاش قيمة من غير مشاعر. في يوم مش هبقى هنا اخد بالي منك زي دلوقتي. لازم تحمي نفسك وتاخد قراراتك.
اعرف انت مين وعايز تكون ايه. اعمل الصح. ما بيقبلش المختلفين يا ماركوس. عايز عايز. متخليش حد يقولك لازم تبقى ايه. اوه جدعان. نروح المرسم. مرسم؟ استوديو؟ خد جدا الاستوديو. ايه ده؟ ايه الادوات دي؟ يلا هو ده المنجنيك؟ مش شرط. اه والله هيحذفه. مش شرط. لا لا ده هيخرب الدوت. ده انا طيب. هو ايه ده؟ هو جده اصلا رسام؟ انا قلت والله منجنيك اهو. ونشوف وصلنا لفين. ده جده رسام. شيل الغطا. السلام. عشان كده عمال يقول كلام يقطع القلب. تري فنان. الله. سو يا لوحة يعني انا مش فاهم لها حاجة. يا شكلها حلو. نظف الاستوديو يا خدام. اللوحة دي بتاعت الفنان العلامة عيسوي. حضرتك سمعت عن عائلة عيسوي طبعا؟ لا. غريبة. انا جدي الاكبر عيسوي السادس عشر ده كان شغلانة من نيلة بنيلة ده. عيسوي. اغسل اغسل اغسل. فوزي انت عايز مني ايه؟ هو مش ده كان بره ولا ده حاجه تانية؟ كتب مختلفه. كتب مختلفه. على الترابيزة اللي قدامك يا خدام. يلا فوزي. انا مش عارف انا مضايقك في ايه يعني. والله مش عارف انا مضايقك في ايه والله. تنمر عم راجل كبير وبساعده عادي. انتظار التعليمات الجديدة. ايسا وشغل والله ينور. ايوه يا جدو يا جامي. هو ازاي في السن ده وايديه قادر يحرك؟ هو مش شرط عامة. اجل صحته بوم. طيب اكتر حرام عليك يا ماركوس. ايه ايه اكتر اعجاب اعجاب حرام اعجاب. في حاجة غريبة. حاجة مش عارف احددها كويس. بيتهيألي عجبتني. الحقيقة اني ما عنديش اي حاجة تانية اقولها. كل يوم بيعدي بقرب معاه من نهايتي. انا مجرد راجل عجوز متعلق بفرشته كار. لكن كفاية كلام عني. خلينا نشوف لو عندك موهبة تقدر تحاول. حاول ترسم حاجة. انا ارسم؟ لكن ارسم ايه؟ اي حاجة عايزة تقدر تحاول. ارسم راجل محترم. ارسم لكو ايه؟ ارسمني. ارسم الضحكة. الضحكة؟ انت شايف هدف للرسمة؟ رسم تمثال؟ رسم المكتب؟ ارسم ايه؟ في حاجة تانية؟ نسخة حلوة دي. كارل؟ اه حلوة. هتاخد الرسمة دي وترسمها. بص بص الراجل ده محترم غير التاني اللي كان عمال يهزق فيك ويضرب فيك. طب انا عمال اعمل في خطوط وانا كده برسم صح؟ ايوه اه. شوف اللي انت بتعملها صح دي بترسم كده صح. بص عملتها له خمس ثواني للواقع. بس الرسم مش هو تقليد الواقع لكنه ترجمته وتحسينه وتصويره من وجهة نظرك.
كارل انا ما اعتقدش ان اقدر اعمل ده مش في برنامجي. يلا جرب يلا هات لوحة الرسم دي. انا ارسم تاني. اعمل زي ما حقولك غمض عينيك ثق فيا. حاجة ما لهاش وجود، حاجة ما شفتهاش قبل كده. زي ايه؟ ودلوقتي ركز البحر اللي انت حاسس فيه وسيب ايدك تعبر عن مشاعرك على اللوحة. سلام الدنيا حاجة. ايه اكتب ايه؟ اختار ايه؟ انسانية خليها امل. عمل نفسها نسيت نفسها تعيش في البيت ده يا راجل. مين؟ بقول لك امل نفسها نفسها تعيش في البيت ده. ايه ده مين ده؟ شمام باين على مشيته. اهلا بابا. والله ده ابن الحاج. اضربه والله من دخلته حسيت الموعد. كنت قريب ففكرت اعدي عليك. حسيت ايه؟ لا 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 هو عايز حاجه تاني. انت كويس؟ شكلك مش كويس. اه ايوه ايوه انا كويس. بقول لك انا كنت محتاج لشويه فلوس. اقول كده بقى. طب شمال عملت ايه بالفلوس اللي اديتها لك؟ اصل ما انا اكيد يعني صرفتها. ايوه. رجعت لعبتك الوحشه تاني؟ لا 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 صدقني الموضوع مش كده. ما تكذبش عليا يعني هتفرق في ايه؟ انا محتاج شويه فلوس بس. ما هو ده الموضوع. ولد اسف مش هديك حاجه. ايه ليه؟ انت عارف ليه. ايوه متهيألي اني عارف السبب. انت بتفضل تعتني بلعبتك البلاستيك دي على انك تعتني بابنك الوحيد؟ وانا عمال اسال ليه؟ هو عنده ايه مش عندي؟ هو اذكى؟ هو مطيع اكتر؟ مش زي مش كده؟ لكن طيب البتاع ده مش ابنك، ده مجرد حته اله. يا ليه كفايه كفايه. انت ما بتهتمش بحاجه غير نفسك ولوحتك التافهه. عمرك ما حبيت حد ابدا. ما حبيتنيش يا بابا. عمرك ما حبيتني. اطلع بره يا شمال. ايه انت هتموت ولا ايه؟ بس كده ودي كانت نهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. سلام.